أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. كما هو معلوم فإن الملك سلمان طلب بشكل رسمي وفي وقت سابق البيرقدار لجيش بلاده، لكن لأسباب تكتيكية ما بينه وما بين محمد بن سلمان، وبعد دخول خالد بن سلمان أيضا إلى نيابة وزارة الدفاع، أصبحت الأمور مختلفة، خصوصا وأن هناك صفقة سابقة كانت مع الصين بخصوص ما سمي بمشروع التمساح السري الصاروخي ما بين البلدين، وكان من الضروري للغاية أن يتعزز هذا التعاون بدرونات صينية متقدمة. هذا كان معلوما، وأصبح السياق الآن وبعد زيارة أردوغان يحيي مرة ثانية مثل هذا التصور الذي كان مقتنعا به الملك سلمان، كان يريده من البداية، لكن لأسباب التي ذكرناها وخصوصا في العلاقة مع الصين وخالد بن سلمان على وجه التحديد، وإلى جانبه محمد بن سلمان، وجدنا أن هناك صفقة شبه معلقة مع طلب شخصي من الملك سلمان للرئيس أردوغان. هذا كان معلوما، وعبر عنه أردوغان في حينه بأن هناك تناقض في الرواية السعودية، بمعنى أن هناك من طلب وهناك أيضا من تحفظ. اليوم في إجراءات جديدة بخصوص ما يمكن اعتباره بطلب بيرقدار، لكن هذه البيرقدار ليست البيرقدار المعروفة تيبي 2 على وجه التحديد، وإنما أكينجي. في أكينجي هناك ثلاث فقط، نحن نتحدث عن ثلاث طائرات من دون طيار أكينجي. وفي 21 من أغسطس غشت 2021 دخلت للخدمة. أساسا في دخولها للخدمة العسكرية فأصبحت طلب للجيش التركي. اليوم هناك فقط ثلاث طائرات موجهة للجيش التركي، وهناك تصنيع لأربعة في مستودعات، أربع طائرات الآن في مستودعات بيرقدار، ومهم جدا بالنسبة للأربعة. هناك ثلاث أساسا، هناك ثلاث في المستودع، أربعة في المستودعات وثلاث تحت التصنيع السريع. في هذه الحالة نتحدث عن 12 طائرة بيرقدار، هناك أربعة في وقت سابق كانت تصنيع ولم توجه أي إشارة لنقل هذه الطائرات من المستودعات تجاه الجيش التركي، وثانيا لأن الجيش التركي يعتمد في جزء كبير منه على التيبي 2، وأيضا بالنسبة للصفقات الموجهة من البيرقدار من الشركة باتجاه الجيش الأوكراني، تدخل الأمريكيون والبريطانيون لوقف هذه الصفقات، وهذا أمر واضح لأن ديفنس بريس الجريدة الأوكرانية ذكرت بالحرف في سطر ونصف ضمن مقال تحليلي أن مصدرا من وزارة الدفاع الأوكرانية أكد أن رغبة الأمريكيين في إبعاد البيرقدار في هذه المرحلة والتكتيكات التي وافق عليها كل من البريطاني والأمريكي لا تدخل أساسا عامل البيرقدار ضمن العمليات، ضمن حقل العمليات. ليس هناك بيرقدار في حقل العمليات، بمعنى أن البيرقدار توقف عن الذهاب إلى أوكرانيا، إذن لا صفقات باتجاه أوكرانيا ولا تمويل أمريكي باتجاه البيرقدار نحو أوكرانيا. إذن هذه زاوية، إذن بيرقدار تيبي 2 موجودة وأساسا تعتمد على محركات كما نعرف موتورسك، هذه الشركة الأوكرانية التي دمرها الروس عن آخرها، ودمروا معها أيضا مصنع البيرقدار الذي كان في أوكرانيا. أصبح التصنيع إذن 100% تركي، وأصبحت المخزونات على وجه التحديد أو ما الذي في المستودعات أصبح تحت تصرف مباشر للجيش التركي. الجيش التركي لديه من البيرقدار تيبي 2 ما يكفي لحاجته، وهناك في المستودعات أيضا زائد 12 على أقل تقدير. الـ12 هناك رحلة موجهة نحو بلد أفريقي، وهذا معلوم، كانت رحلة سرية كشفتها إسرائيل بأن بلدا أفريقيا كان يوجه إليه
يوجه إليه عدد من هذه الطائرات. فكان الأمر واضحا بأن البيرقتات تبتوا في حالة شحن الآن نحو بلد أفريقي، وهناك مذكور أيضا رقم الرحلة إلى آخره. إذن كان نحو أفريقيا كل ما هو أو ما يزيد عن الحاجة أصبح الآن في أفريقيا. ولكن أكينجي الأربع والست الموجودة، هناك أربع في كيرلو، طارت من كيرلو، أيضا هناك أكثر من اثنتين في التصنيع إلى آخره. المجموع كله بالنسبة لأكينجي إلى حدود هذه اللحظة وحسب المخابرات الأمريكية 17 أكينجي مؤهلة أن تكون خارج تركيا. إذن 12 سرب بكامله سيوجه نحو المملكة العربية السعودية، لكن لا يزال الأمر في حدود المفاوضات. ما الذي سيكون وماذا تطلبه الآن وترغب السعودية في البيرقدار تبتو كجزئية من جزئيات التفاوض أم أن الكل يتجه نحو أكينجي؟ هذه الطائرات الاستراتيجية بالنسبة للبيرقدار. إذن الأمر هنا يتعلق بأربع طائرات بيرقدار أكينجي ستوجه للسعودية، وهذا مؤكد. بالنسبة للمستودع الذي في المستودعات القابل للتصدير الفوري على بعد 20 يوما، سنرى أن هناك 6 وهناك 2 أساسا في كيرلو. معنى ذلك أننا أمام 12 إن أراد السعوديون نقل ما يرغبون. قضية أردوغان حول هذه الصفقة إلى الشركة المنتجة بيراك. إذن الأمر هنا واضح جدا أن الترتيب التقني تحول إلى سامي للصناعات العسكرية السعودية وإلى البيرق. إذن الأمر السياسي الآن واضح لا غبار عليه، إذ يتعلق الأمر بالملك سلمان ومحمد بن سلمان وزير الدفاع ولي العهد، وأيضا نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان. وهنا يطرح السؤال حول موقف خالد من أي شيء تركي، وهذا سؤال مطروح بالنسبة للأوساط السياسية على وجه التحديد. القرار بالنسبة للملك ولوزير دفاعه بخصوص البيرقدار، والبيرقدار هذا يريد أن يكون أكينجي، لكن تيبيتو أثبتت فعاليتها في كل من أذربيجان وفي ناغورنو كاراباخ. والأمر الآخر في العمليات الشديدة الحساسية والدقيقة للغاية أو الجراحية في أوكرانيا، بل إن البيرقدار هي التي اغتالت جميع الجنرالات. وهنا يطرح سؤال، هل البيرقدار سيوجه ضد ما قام به تماما الأوكرانيون ضد الجنرالات الروس؟ ستكون البيرقدار تجاه القادة في الحوثي والقادة الميدانيين لدى جماعة الحوثي؟ هنا يطرح السؤال، وهنا يرغب الإيراني في تأمين كامل لهؤلاء القادة، خصوصا قادة الميدانيين المباشرين للحوثي لجماعة الحوثي، فيما يرى السعودي أن هذه ورقة ضاغطة لاستمرار وقف إطلاق النار بعد رمضان وعيد الفطر. إذن الأمر هنا أمر شديد الحساسية، خصوصا بالنسبة للإثنى عشر طائرة وتوجيه لاغتيال كجنرالات ميدانيين كل القادة الميدانيين جماعة الحوثي. وهنا لا بد من القول أن هذه ورقة ضاغطة ميدانية شديدة الأهمية لا يمكن تجاوزها بأي حال. إذن الوصول إلى تأمين سرب من طائرات أكينجي أو البيرقدار تيبيتو أو 4 من أكينجي والبقية 8 من البيرقدار، لا تزال مفاوضات بهذا الخصوص. إذن في حال الوصول إلى 12 فهذا يعتبر أكبر ضغط على قادة الحوثي، لأن جنرالات روسية كلهم ذهبوا تحت صعوبات جعلت من بوتين يتصل بأن اغتيال أي جنرال يعني اغتياله هو، وهذا الذي جعل مباشرة من الأمريكيين يرفضون بأي ثمن مشاركة البيرقدار في مرحلتهم، إذ
السلاح البريطاني ومشاركة السلاح الأمريكي وجميع هذه المساعدات التي تصل إلى 40 مليار دولار نحو أوكرانيا كلها متعلقة بإبعاد البيرقدار، لأن البيرقدار هي المتهمة بقتل كل جنرالات الميدانيين وكانت أكبر خسارة ميدانية لروسيا. الآن نفس الأمر يحدث مع الحوثي، إذ إيران تتحرك، روسيا تتحرك من أجل عدم اغتيال القادة الميدانيين للحوثي، أو بين قوسين ما يساوي جنرالات الميدان بالنسبة لهذه الجماعة على وجه التحديد. إذن هذا هو الشيء المؤكد الآن، أن الورقة الضاغطة ضد القادة الميدانيين وجنرالات بين قوسين الحرب الميدانية لجماعة الحوثي أصبحت سارية المفعول من الآن، واتصالات إيرانية لعدم تصعيد الوضع مما جعل وقف إطلاق النار أكثر صمودا لسبب واحد، لأن ورقة الوصول إلى القادة الميدانيين لجماعة الحوثي عبر البيرقدار أصبحت ورقة على الطاولة بالنسبة لتفاوض أكبر إقليمي ما بين تركيا إيران، وهذه الاتصالات الجارية مع السعودية وإيران عبر السلطنة وبغداد. وأيضا هناك حوار الآن واضح للغاية ما بين السعودية تركيا، وأيضا كما ذكرنا مع إيران، وهكذا يصل السعوديون إلى نوع من التفاهمات الإقليمية لاستمرار وقف إطلاق النار إلى حدود هذه اللحظة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.